الكهنه اللبنانيه الكبيره اليسا. السلام عليكم. أصدق عن العربي. طيب عندي سؤالين. السؤال الأول
على كل أسئلة. طيب لماذا تلاحقي دائما إشاعات إجراء عملية التجميل؟ أي أنا لما أعمل عملت منخاري عملت فترة من فترات ما في شائعات اسألني شيء هيك موضوعي أكثر يعني عندي شيء هيك جاوب عليه. طيب لماذا لا نشاهد في الأعمال الدرامية على غرار الفنانات يعني لواتي تمثيل يعني ولجنة يعني التمثيل تمثيل ما بلاقي حالي بالتمثيل يعني أنا أكيد بخدم الكليب لما أكون عم بسوي شيء بخصني بجرب أخدم الكليب عاد ما بقدر بس ما بحس إنه أنا بعرف مثل يعني وبخاف إذا أنا يعني أقدمت على الشغلة ما أنجح فيها بزعل بتضايق من حالي ما بدي أزعل من حالي بالحياة ما بتعرف تمثل إكزاكتلي كيف على الشاشة زلفة حبيبي إلا اللوجو Niveen Rouboukh de Sipor Al Wadah, je suis heureuse de t'avoir vu et que tu saches que. On t'entend. C'est bon, on t'entend. Donc, je veux que tu saches que je suis très, très, très grande fan de toi. Pour la première question, je veux que tu parles de ta participation à Mawazin et comment tu trouves Mawazin, étant donné qu'il y a un festival organisé par un pays marocain africain. Et la dernière question, c'est de tes nouveautés, de tes projets. Merci. OK, طبعاً أنا قلت إنه أنا سعيدة إنه اليوم موجودة وهذه الثالث مشاركة لي بمهرجان موازين مهرجان يعني فستيفال انترناسيونال للموازين. حقيقة هو المهرجان الوحيد اللي عم بيخلي يكون عنده سر يعني تواصل مع العالم. صار لي زمان ما عملت غير حفلات موازين. وكثير سعيدة و I cannot wait صراحة لأنه من 3 سنين أو 4 سنين كان في 100,000 شخص عم يحضر بتوقع أن يكون بكرة أكثر وما عندك فكرة قد مبسوطة و thank you أنك بتحبيني كلنا we love you thank you بعيدا عن الجوسب والعمليات التجميل وكل قصص بدي أحكي عن موضوع أنت صار لك بالسنوات الأخيرة عم تركز عليه كان بفيديو كليبس أو بأغانيك الموضوع كثير قليل الفنانات اللي حكيوا عنه اللي هن women empowerment domestic violence وانه ما نستحي نفرجي الضعف برايك قد قدرتي تخترقي هذا التابو وقد ايه بعد بدنا اشواط كثير لنقدر نوصل لهذا الموضوع خاصه بالمنطقه العربيه يعني domestic violence شغله ما بينحكى كثير عنها او ما عم ينحكى عنها ابدا ف اوكي اول شيء انا لي شخصيتي كثير مساعدتني انه انا اقدر اكسر تابو او اكسر موضوع ما حدا بيحكي عنه واحكي عنه وخصوصي من خلال الكليب يلي بشوفوه ملايين العالم انا ما في شيء بالحياه عندي عيب او عيب نحكي عنه او لا هيدا حرام ما في شيء اسمه هيك كل المواضيع فينا نحكي فيها بس نعرف كيف بدنا نطرحها كيف بدنا نحكيها؟ العنف المنزلي 50% من النساء بالعالم العربي عم تتعرض له و 50% من النساء ما بيصروا يحكوا عنه. حتى الانتحار انا يعني جسدت شخصية الراحلة داني بوستروس تفرجي العالم انه انتم ما بتشوفوا العالم كيف عايشة، انتم عن جد بتشوفوا عكس اللي شايفينه. تفرجي انه ما في حدا مرتاح، ما حدا يحكم على العالم، ما بقى حدا يعني انا شايفه انه مش بتاسف اقول انه السوشيال ميديا صار كله سم، كل انسان عنده مشكله نفسيه بيطلع بصوره يعني بكادر بلا صوره وبيصير عنده صوت للاسف وانا لانه دارسه شوي مش دارسه سالت كثير تعرف وقت انا كنت اتهاجم بطريقه كثير كبيره سالت كثير حكم على نفس وناس كثير اكبر مني اللي اعرف انا كيف بدي اتعاطى مع هالشيء وعرفت وكلنا بنعرف انه اللي بحب يحطم بغيره بحب يبختم وبحب يقلل من شان غيره هو الانسان اللي ما قدر يكون مثل غيره بتاسف وانا عم جرب قد ما بقدر من خلال السوشيال ميديا يكون عندي كلام حلو كلام ايجابي ردود تكون تعلم كثير من الفانز شو بقدر اقدم انا بالنتيجه انا امراه وانا فخوره كوني امراه وقادره اعمل يعني نص الرجال ما بيقدروا يعملوا سو وشوي شوي انه النساء بتتحمس يعني موضوع الكانسر موضوع كان يعني انا وقت
حكيوا عن تابون كسر بلبنان. أنا بفتخر إنه أنا شخص لبناني، امرأة لبنانية حرة بتفكيرها. أنا لأنه دايماً بقول شخص حر شخص بيعبر، مش الحرية اللي هي بتخدش حياة المرأة بمجتمعها. سو إن شاء الله بقدر ورح ضل شو بلاقي مواضيع جديدة بدي أطرحها بألبوم جديد، وفي مواضيع جديدة حلوة. إذا لقيت موضوع اجتماعي تابو بدي أحكي معه وبلاقي إنه لازم أحكي فيه عنه رح أعمله. وإن شاء الله فيك، إن شاء الله كتير من النساء بيتمثلوا يعني في ما يخافوا من شيء، لا ما في شيء بيخوف. خليك just the way you are. Thank you. السلام عليكم. إيش أسألك إذا كنت حشرة أنا وأفرز؟ أولاً على سلامتك ومرحبا بك. بعيداً عن العنف والمرض وهذا. الله لا يجيب مرض. الله لا يجيب مرض. بغيت نعرف إليسا كانت تغني الحب الإحساس الحب في حياة إليسا اللي كانت تبين الحبيب بالدرجة الأولى. وإذا كان عندك حبيب علاش ما كتبينيش؟ إذا ما كان عندي حبيب، إذا فيه حبيب وينه؟ آه ليه بدأ مبدأه عنه يعني تتطمني قلبي عم بدأ إيه لا أكيد بدأ قلبي بدأ، لا بس قلبي عم بدأ بحبيب من حبيب يعني لا حياتي الخاصة بتخصنا يعني. أنا لما نشوف إنه في شيء ممكن يكون رسمي وبدي خبره للعالم أنا بدون ما حدا يسألني أنا بقول، بس أنا بالنتيجة امرأة وعندي عواطف وبحب حب وبحب الحب وبحب يكون عندي شخص يلي أفكر فيه كل يوم وأحكي معه قبل ما نام، يعني حال كل النساء والرجال يعني. بس إنه لما بيكون في شيء لازم قوله يعني، بس لأنه تضل في ليميت، بس يعني حياتي الخاصة تكون شوي إنه مفصولة عن حياتي المهنية. بس الخير سؤال قبل الأخير مساء الخير. هذه إذاعة زيت الزيتون. أهلا قناة الحلقة. إليسا من بدايتك أن يمكن القدر حطك على مشاريع عالمية، كنت تقريبا من أول الفنانات في البيست عند ديار في أول كليباتك، بس خصيصا أنك أنت خدمت مع كريتي بيرد، عملت إعلانات مع بيبسي، كريستينا أجيليرا وغيرهم، كان مع الجوائز العالمية. كأنه كان عندك هذا الحلم أنك يمكن توصل لمرحلة أخرى أبعد من حدود الضيقة للعالم العربي، لكن في السنوات الأخيرة حسنا كأنك أنت يمكن حابة توصل العالمية انطلاقا من بلدك وباللغة العربية وبالشكل الموسيقي اللي أنت صنعت روحك على ذلك. يمكن تقريبا من أكثر الفنانات الاستوانات القاعدة تتبقى في أوروبا العربية. هل التغيير في الاستراتيجية نحو العالمية كيفاش جاء في بالك؟ ماني مغيرة استراتيجية، ما عندي استراتيجية عم تمشي عليها، كيف ما تجي أنا بهمني أنجح بعالم العربي اللي أنا بغني لهجته. وبتعرف إنه الموسيقى لغة عالمية، ما بقى في حدود لحاجز اللغة بالعالم. يعني أنا بعمل حفلات بأوروبا بالأولمبيا بألبرت هول ببلد كونغري، وبيجوا مش بس عرب بيحضروني ومش بس جاليات عربية، بيجوا ناس فرنسوية على الأرجح يعني أوروبية أكثر. ماني عم بشتغل أو يعني لأوصل لمحل معين، بس الإنسان يكون عم يشتغل صح. وأنا موسيقى البوب يعني هي منا إنه الأغاني الشعبية المحصورة بس بلبنان، يعني قادرة توصل ل مش بس للعالم العربي، فيها توصل لوين ما كان. بس ماني عم بشتغل كاستراتيجية يعني. إذا قدرت أوصل لأكبر شريحة ممكن من العالم كتير منيح، بس منه حلم يعني. أنا راضي يعني أوكي، أنا أخذت 3 جوائز عالمية، بس مش معناتها أنا صرت عالمية. العالمية لما أنا فوت هلأ شوف شاكيرا أو فلان ونعرفها، بس لما أنا فوت على محل يعرفوني هاي هي العالمية. نورا إيسا نورا من قناة تليماورك برنامج بكفن. مؤخرا كنا شفنا واحد جلسة صلح من سيرين على البيوت خلينا لا بغينا نعرف تبعي لا جايك السؤال في سؤال بابا بغينا نعرفوا انت هنشوفوا جلسة صلح بينك وبين نشوى كرام لا سؤالك مهم بغينا نعرفوا انت هنشوفوا جلسة صلح ومين غير نشوى كرام بهمك الصراحة ومين كمان؟ أول شيء يعني thank you لأنه عن جد السؤال بمحله. ما عندي ولا خلاف
فنان مع اي فنانه، ويعني من هون اليوم بسم الله كل شيء في صحافه موجوده. بليز بتمنى تقولوا اللي عم تقولوا عن تمن، ما عندي ولا خلاف ولا، انا بحترمهم كلهم، كلهم فنانين انا وياهم بنفس الشركه، كل شخص منهم عنده جمهوره. اذا اوقات بتلاقي انه بصير في تنفيش بصير في قصص، الانسان دائما يستفز، بس ما في خلاف ولا رح يصير في خلاف، وما رح اقعد معهم لانه مش مختلفين. ولا حدا ولا تبليغ ولا شائعات. هلا رح اقول لك شغله، دائما بالدومين تبعنا في الغيره، غير الشركه. هلا كل انسان، هلا كل انسان قد ما بيقدر يسيطر على لسانه، هيدي القوه. انا ما بخلي حدا يجرجرني انه احكي كلمه. هلا كل انسان بده يتحمل شو بيقول، وبيزد على هالشيء الصحافه بتحكم كمان. ما الصحافه ما بتخترع من راسها، اكيد انت عم تسالي السؤال لانه شفت يمكن حدا قال شي كلمه هون، حدا قال شي كلمه هون، اكيد يعني. بس انا ما عندي ولا خلاف مع ولا حدا، وانا مش شايفه غير شغلي وشايفه حالي، مش شايفه حالي، شايفه شغلي وحالي بس، يعني ما بالي بشي ثاني. الحمد لله على سلامتك. السؤال الاول بالنسبه لوضعك الصحي ديال صعيبه، واش ما كتفكريش انك تاسسي جمعيه لمحاربه داء السرطان، خاصه ان عندك متابعين في تعرفي اللي عم تضحك؟ انا قادره افهم عليك، بدي كده غني ما مش عم بفهم كثير عم لانه انا حسب ما عرفت، ما بعرف اذا مضبوط الخبر، انك انت حطيتها في روتانا.
بين بيزر وبين روتانا والسياسي هيك الانتاجي ما بتناسب تطلعاتك، ما بتناسب سياسة بيزر نفس الوقت ولا سياسة روتانا مع بعض. إذا هذا فعلا أنه أنت تركتي رح تتركي روتانا، وإذا تركتي روتانا هل يكون انتاج فردي أو عندك شركة مقدمت لك أوفر أهم؟ السؤال الثاني، مين بتلاقي فنان من الفنانات عندها الجرأة اللي عندك إياها إذا لا سمح الله أصابها ما أصابك إنها تعلن؟ لأنه أنت الجرأة اللي أعلنتي فيها هذه ثقة بالنفس وإيمان ومومنتوم، بس هل في حدا يقدر يكون جرأة أليسا أو لا؟ طيب رح بلش بالسؤال الثاني. أنا من وقت ما حكيت عن تجربة مرضي في كتير ناس بلش، يعني كتير فنانين صاروا يقولوا إنه أنا كنت مريض وأنا ما بديش، يعني خلص انكسرت. صار مين ما كان في يقول إنه ويلي هي شغلة منيحة إذا الواحد، بس أنا ما أنا ضد إنه تنقال للتعاطف. يعني أنا لو ما صحيت على الآخر ما حكيت عن تجربة إذا، بس أنا لأنه صحيت ولقيت إنه بقدر يعني أعمل توعية ورا هالشيء حكيت، بس إنه هلا بتعليك أنا كنت مريضة، هلا بفتكر مين ما كان في يقول، وليتلي هيفا كانت مريضة والحمد لله صارت أحسن وحطت على تويتر إنه صلوا لي وهيك، وبفتكر صلوات العالم ساعدتها إنه ترجع لوضعها الطبيعي. بالنسبة لروتانا كل ألبوم بألبوم، وأنا هذا آخر ألبوم لإلي مع روتانا، كل شيء يعني كل شركة عندها استراتيجية، روتانا مع ديزر عندهم استراتيجية معينة، وأنا بحترم وأنا ضمن هالشركة يعني. أنا مع الوقت يعني رح أكون صريحة كتير، يعني أنا اللي حسيت إنه أنا عم بخسره من بعد ما شفت الشراكة بين ديزر وروتانا، إنه أنا حسيت إنه حقوق الأغاني منا ملكي، يعني فيهم يقيمون ساعة الفيديو عن يوتيوب، يقيمون عن أغاني، هذا الشيء أنا كتير ضايقني، وحكيت مع أستاذ سالم بهالموضوع، وإن شاء الله بالعمل الجاي إذا أنا بفضل دار مع روتانا، أنا بحب سالم، بحب سمو الأمير الولي، بحب الطريقة اللي بيتعاطي فيها معي، كرم اللي هن بيتعاطي فيه معي، بحب دار معهم، أنا حكيت مع سالم إنه إذا بده يكون في إنتاج يعني مشترك أنا وروتانا لحافظ على الملكية الفكرية تبع أغانيهم. هلا أنا عندي عمل معهم، ما بدي أفكر بشيء ثاني، بس أكيد أكيد البرايورتي هي لروتانا. سعيد، اهلا وسهلا، انا ليس سعيد من الليجا الانجليزيه الناشونال في ابو ظبي، بس اخر سؤال عن الالبوم الجديد، بدا العمل ان يعني considering what you went through يعني من دراسه معين. بس هلا عندي حتى قصص، يعني انا دايما بروح للمواضيع الجريئه والقصص اللي ما بيسترجي كثير ناس حدا يغنيهم، يعني عندي مواضيع كثير جديده، ويعني بفكر في ناس رح ينبسطوا فيهم بس يسمعوهم، يعني انا عم بشتغل كيف بشتغل، مش لانه انا قطعت بتجربه او أدرى. بس أنا بتمنى أعمل
جمعة حفلة بتونس، بتمنى اجي كل الوقت على المغرب. احنا وصل صوتك. وصل صوتك، اوكي؟ وزعلانة منكم، هيك قولي لهم، زعلانة منا انا ما عم غني بتونس. اوكي، السؤال الثاني، كيف بتلقى الانتقادات يلي بيقولوا انا مش مؤهلة؟ ما هم لو عم يحكوا مؤهلين كانوا صاروا محلة. يعني الحكي ما عليه جمله. يعني بالوقت نحن بعصر صورة، صوت وصورة. انا هلا يعني لو انا عم بعمل غنية، لو انا عايشة بعصر ست ام كلثوم، لو عم بعمل غنية بوقتها يمكن ما امشي. العصر نحن بعصر سرعة وعصر صورة. هيدا الشيء اللي ماشي هلا. مش مطلوب انه يكون صوتك بابراتي، بس مفروض انه يكون عندك صوت حلو، يكون عندك اداء يعني توصلي احساسك من خلاله للعالم، يكون عندك صورة حلوة تقدميها بطريقة راقية. وهذا الشيء بدي رجع، والدليل انه انا يمكن ماني اهم صوت بالعالم العربي، بس انا من اكثر الفنانات اللي عندهم فيوز على اليوتيوب، من اكثر الناس اللي بيجيبوا فيوز على ابلكيشن كان انغامي، وكان كثير قصص. يعني معناتها انا عندي شيء كثير اللي عم يحكوا عني ما عندهم. مشان هيك بقول انه انا امريك يعني انه وكل انسان انا بحترم رايه، مش شرط يحبوني كل العالم. إذا بيقولوا لي كون. لا مش مظبوط. أكيد إذا بيقولوا لي أنا بحب مؤسسة ام بي سي تكون موجودة فيها، وإن شاء الله بيقولوا لي ليش لا؟ ليش لا؟ هي عماد، معلش اللبنانية هيك شوية تمام. يعني إلي طلع له سؤال. احكي بصوتك يا عماد. عماد وشا أول شيء بدي أقول حرام، الله يساعدهم على عيش العايشين وهالعالم، بس هيك بقول لأنه أنا بشفق عليهم، لأنه لو هن مبسوطين بحياتهم، لو عاملين شيء بحياتهم ما كانوا قاعدين فاضيين للعالم. وفعلا أنا بقول يعني إنه كل إنسان بس بده ينام على مخدته بالليل، هو بيعرف يعني قد ايه التعاسة بتبقى إنه نايمة حده على التخت، وإن هالنوع من الناس اللي هن بيقعدوا فيه، يعني الله يساعدهم، أنا ما بقدر أقول شيء. بس نكبر بكون لازم نكون اوعى، نعرف كيف بدنا نتصرف، كيف اذا كنا فنانين نحن صوره للمجتمع. صح. ما بعرف يمكن اذا تصرفت ولا هي بتصير، لما بكون زملائك خارج وطننا بكون بس كثير وطننا ببلش العطش. بعد شيء شفناه في رمضان لما اتمنى عليك لا عليك الموال الضغطي في البرامج بمصر. معناتها انا عامله جو بالفن رمضان يعني بس استفزت فنانين فن. طيب الفرفان والميك اب ما بسرطة طفلتها؟ لا هلا في جمال وكيكون جمعة الجاي بلبنان، في برودكت عملته مع كولابوراسيون مع بسام فتوح رح ينزل، ما رح احكي عنه، رح انه اترك بسام لما بده يطلق بجمال وكيكون. برفان لو وقفت برفان لانه صار مع احترامي للكل انه كله عم يعمل برفان، انا بحب اعمل شيء ما يكون حدا عم يعمله، هلا وين عم. ما بعرف كيف. غازي. تفضل. مرحبا. بيعرف بيك غازي خليل. أهلاً. سؤال أول سؤال من وحي الكلام على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا. تكلمت يعني أنت قلت أنه من الفنانات الجايين من الأوائل اللي يعني حطيتي حالك في مواقع التواصل الاجتماعي. يعني وأنت مثل ما قلت أنا ما قلت شيء. موجه والحقناها تنجح وصار شيء طبيعي. يعني عرفت انه في تويتر، حبيت انه عم اعمل اكونت، قلت له لخيي انه عمل لي اكونت، بعدين صار في انستغرام، صار في وصرنا نلحق الموجه، لانه لقينا انه فعلا يعني مواقع تواصل
مثل معنى الكلمة. وكنتي رائدة يعني حتى من قبل، يعني كان عندك جمهور وكانت نجاحات كويسة يعني بس تغير السوشيال ميديا، غيرت كل الواقع. صار هي المهم هلا، كل شيء صار عصر الديجيتال وعصر الانترنت وعصر السوشيال ميديا، يعني تكونوا واعيين. لقب ملكة الإحساس يعني شو يعني لك يعني خاطر لقب اللي احنا بنحبه حبيب قلبي. أنا يعني أنا إذا بترجع قلت بحب يقولوا لي أليسا، بس كتر خيرهم إذا بيشوفوا إنه أنا ملكة الإحساس شيء ما بيزعجني. ملكة العقل كمان. شكرا على المساء الغد عليك.